للحديث أكثر عن الانتهاكات ضد متظاهري الناصرية لمحاولة إنهاء مسيرتهم وحملة الاعتقالات التي تبعتها، ينضم إلينا السيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من الناصرية. سيد كاظم، بداية مرحبا بك. تحولت ساحات وشوارع الناصرية أمس إلى حرب شوارع من جانب القوات الأمنية ضد المتظاهرين، يعني كيف بدأت الأحداث وكيف انتهت؟ تحية لك ولقناتك ولمشاهديكم الأعزاء. حياك الله. بصراحة ليلة البارحة جاءت جموع المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي على خلفية اعتقال الناشط المدني المستقل إحسان أبو كوثر، حيث تم اعتقاله بطريقة لا أخلاقية. قامت قوات الأمن بدهسه بعجلة تابعة لهم واعتقاله، وحسب ما سمعنا انه دزوا الى مستشفى، الى عفوا الى مطار، الى مطار المثنى في بغداد. نعم. المتظاهرون خرجوا يوم امس للمطالبه باطلاق سراح الاخ احسان، حيث لم يقوموا باي احتجاجات لا تنطبق مع الدستور، بل ان المتظاهرين قاموا بمظاهره سلميه وفق الدستور، إلا أن القوات الأمنية قامت بمحاولة احتجازهم داخل ساحة الحبوبي، ما دفع المتظاهرين إلى محاولة الوصول إلى جسر الحضارات كما هو الحال في المرات السابقة، حيث قام بعض من القوات الأمنية برمي الدخانيات وبرميهم بالرصاص الحي، ما دفع المتظاهرين إلى رشق القوات الأمنية بالحجارة، وحصل ما حصل، رمي اطلاقات نار حي ودخانيات وصوتيات، وبعد ذلك جاءت تعزيزات من القوات الأمنية ولاحقت المتظاهرين الى الأفرع والى الأزقة وسط المدينة، حيث قامت باحتقال بعض منهم. كنت موجودا انا لحظة الحادث، حيث تم اعتقال مجموعة أمام عيني، ولكني لم أستطيع التصوير بالموبايل لأن القوات الأمنية تراقب من يصور وتلقي القبض عليه فورا. طيب سيد كاظم، الذي حصل البارحة، ما الذي حصل حقيقة؟ نعم. الذي حصل البارحة يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور المتظاهرين. طيب سيد كاظم، الآن في ساحة أو محيط ساحة الحبوبي، ما الذي يجري؟ كيف تصف الأوضاع هناك؟ اليوم تم الاتفاق ليلة البارحة على أن تخرج المظاهرات اليوم وكل يوم، لا تنحصر يعني المظاهرات بيوم الجمعة فقط، بل أن كل يوم هو يعتبر يوم للتظاهر السلمي. المتظاهرون يتظاهرون وفق الدستور وبسلمية تامة ولا يتجاوزون على أحد. التجاوز يبدأ من القوات الأمنية. اليوم تجمع عدد من المتظاهرين قرب جسر إبراهيم الخليل، حيث تواجدت القوات الأمنية وباشرت بإطلاق النار عليهم فورا دون أن يتعرض المتظاهرون إلى أي من القوات الأمنية، سواء رشقهم بالحجارة أو غير ذلك أو بأي كلمة تسيء إلى القوات الأمنية. قامت القوات الأمنية بالرمي بالرصاص الحي والدخانيات والقنابل الصوتية محاولة منع المتظاهرين الوصول إلى ساحة الحبوبي، ولكن المتظاهرين تمكنوا من كسر الطوق الأمني ووصلوا إلى ساحة الحبوبي الغروب تقريبا يعني مساء، حيث سيطروا على الساحة بالكامل. والآن القوات الأمنية محتشدة على جسر الحضارات وعلى الكورنيش بالقرب من جسر الحضارات، وحاليا دخلت تعزيزات ضخمة جدا، وحسب ما سمعنا بأن القوات الأمنية لديهم نية في قمع المتظاهرين هذه الليلة. بصراحة نحن نبهنا وذكرنا للمتظاهرين بأن هناك رسائل قد تسربت بأن القوات الأمنية لديها النية بقمع المتظاهرين، إلا أنهم أصروا على أن يسيطرون ويبقون في ساحة الحبوبي ولا يسلمون ساحة الحبوبي للقوات الأمنية حتى يتم إطلاق المعتقلين والمغيبين وإنهاء الاعتقالات بحق أبناء الناصرية. لماذا أكثر من باقي المحافظات في الناصرية يتم هذا العنف غير المسبوق من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين؟ لماذا الناصرية أكثر من باقي المحافظات؟ الناصرية تبنت الثورة، بصراحة تبنت الثورة، وكانت هي عاصمة الثورة، وكانت عصية على أحزاب الفساد
والنهب والسلب، حيث أن جميع المحافظات تظاهرت وقد أنهت اعتصاماتها. نحن لا نقلل من شأنهم، لكن المتظاهرين في باقي المحافظات توقفوا عن التظاهر، حتى التحرير توقفت حاليا بسبب القمع والتضييق عليهم. إلا أن الناصرية لم ولن ترضخ، وقرر شباب الناصرية بأنهم سيبقون يمثلون رمز الثورة وهم عاصمة الثورة في ذيقار. هذا ما دفع بالقوات الأمنية وأحزاب السلطة بالانتقام من هؤلاء المتظاهرين محاولين إخماد الثورة في محافظة ذيقار، وكلما حاولوا زاد شباب ذيقار عفوانا وصمودا، وقرروا على اتصال دائم. ومن ضمن ساحة الحبوبي، أبطال ساحة الحبوبي تعهدوا وقطعوا العهد على أنفسهم بأن لا يتوقفوا ولن ينسحبوا من ساحات التظاهر حتى تتحقق مطالبهم المشروعة التي نزلوا من أجلها في ثورة تشرين، ومن ضمنها قتلت شباب الثوار الشباب الثار، ومن ضمنهم جميل الشمري ومن معه. نعم، اليوم متظاهرو كربلاء يعلنون تضامنهم مع الناصرية ويستنكرون ترهيب واعتقال الناشطين. هذا التضامن يعني ما هو أثره بالنسبة للمتظاهرين في الناصرية؟ طبعا بالنسبة لساحات التظاهر، أي ساحة تظاهر تخرج مؤيدة لثوار الناصرية هي تزيد أبناء ذيقار عزما وتزيدهم إصرارا على مواصلة التظاهر، وأن محافظاتنا المنتفضة تعاني من نفس التقصير الحكومي ومن نفس الإهمال الحكومي، والجميع تسيطر عليها ميليشيات منفلتة. وهناك ملاحظة يجب أن تكون بالحسبان، أن ملف الناصرية الأمني حاليا لا يدار من قبل القوات الأمنية الرسمية، بل يدار من قبل ميليشيا معينة قد سيطرت على القرار في محافظة الناصرية، وهي ميليشيا الصدر، حيث أخرجوا قائد الشرطة القديمة قالوه من منصبه، وأتوا بقائد شرطة جديد، وقائد الشرطة ينتمي إلى هذا التيار. فأصبح القرار بين سرايا السلام التيار الصدري وبين قائد الشرطة الذي يزج بالقوات الأمنية وفقا لا لإرادة الدولة بل لإرادة زعيمه مقتدى الصدر. شكرا جزيلا لك سيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من الناصرية.